مساء الخير على حضراتكم متابعي موقع الوطن. الفطير المشلتت، الفطيره قد الشيله وبالسمنه البلدي، كله فلاحي. طبعا الفطير والعيش، طبعا الابوري والعيش البلدي انواع مختلفه، لكن احنا نتعرف اكتر على عمايل الفطير بالسمنه البلدي، حاجه بقى كده فوق الوصف. هنشوف ونتعرف اكتر على الاشياء المختلفه ليه. قول لنا بقى، يعني هي دلوقتي بتعمل ايه في الفطيره المرحله الاولى؟ هي دلوقتي هتبدا فطيره، هي هتاخد الفطيره وهتفردها على الطبليه هنا. تمام، هي بتحط دلوقتي السمنه وبتقفلها. دي بتقفلها دي. هي بادئه فطيره جديده اهي. تمام، بتبططها وتفردها، هتبقى مخليها قد ورقه السيجار. تمام، انت المكونات بقى اللي بتحطها ايه الاول قبليها؟ يعني قبل الدقيق وميه وملح، وملح اللي هو اللي موجود بس. وبعد كده بتحط بقى السمنه اللي هي البلدي، السمنه اللي هي مثلا مختلفه براني حسب طلب الزبون. طلب الزبون هو دلوقتي بقى هتعمل ايه بعد؟ بتخمر قد ايه؟ دلوقتي بنسيبها ترتاح شويه، مش بتخمر، ما فيهاش خميره. بتسيبها ترتاح شويه قد ايه؟ يعني بترتاح شويه ربع ساعه. ربع ساعه تكون حاطاها في اكياس. تكون لا بتحطيها، وتغطي عليها شويه. تغطيها في كيس كده نايلون تريح العجينه شويه. تريح العجينه، وبعدين بعد ما تريح العجينه بتسيبها زي المرحله دي، بتفردها كده اللي موجود. بيقعد بقى يفرد فيها لغايه ما لازم تبقى ريان. زي ورقه الستاشن تعمل التوليه كده. تمام، هما دلوقتي مرحله التكليف، مرحله الفرد. تمام، بعد كده بقى هتبدا تعمل ايه هي بعد الرق بقى؟ بس دلوقتي هما هيرقوها قصاد بعض. تمام، دي عشان هي فلاحي اصلا. تمام، حاجه فلاحي كده. ايوه. كام سعر الفطيره دلوقتي؟ دلوقتي الفطيره عامله 45. 45 دي الحجم الكبير؟ دي الحجم الكبير. طب اصغر هيحطوها ازاي؟ تمام، هيحطوا بقى دلوقتي عليها ايه؟ السمنه البلدي. تمام، ايوه اهي. وتبدا بقى تطبقها رقاق رقاق عشان تعمل التوليقه بتاعتها. دي اول رقاقه فيها. دي كده تاني رقاقه، هي حطت رقاقه تحت ودي تاني رقاقه. دي التانيه بقى اللي بتقفلها فيها. تبدأ تحط لها برضه في طبقات سمنة. كل طبقة ورقة فيها ايه؟ حبة سمنة. فيها السمنة. هتبدأ تعمل ايه بقى؟ هتقعد تطبق فيها بقى لغاية ما تخليها ايه؟ كورة كده. وبعدين بتسيبها ترتاح شوية في الكيس، وبعد كده احنا بناخدها بقى ايه؟ نسيبها في الصواني ونحطها في الفرن. تحطها في الفرن ايه موجود؟ يعني هي كده خلاص بدأت هتقفلها. خلاص دلوقتي بتقفل اهي. بتقفل فيها؟ تمام كده، شفت؟ هتقعد بقى تلم فيها وتسيبها برده ترتاح شويه في الكيس. في الكيس تاني برده؟ لازم تسيبها ترتاح شويه في الكيس تاني برده موجود. وبعدين تحط برده السمن تاني. بص، هي كل طبقه فيها بينها وبينها سمن، بينها وبينها سمن الموجود. الخبيث بقى بتاع العيش البلدي بيبقى ازاي كمان اكتر؟ العيش البلدي بيعملوه على المكنه دلوقتي بقى، خلاص الناس اتطورت. تمام، بيعجنوه بميه وملح وخميره. العيش بيتحط له خميره ويتحط في ويتقرص يخمر شويه، وبعدين يتعمل على المكنه ويتشد ويتحط في الفرن. لكن هي دلوقتي خلاص كده الفطيره كده خلاص، هي طبقتها خلاص، وهتسيبها بقى ترتاح في الكيس. هترتاح في الكيس اللي هي موجوده. بتاخد قد ايه بقى طهيه على النار؟ يعني ربع ساعه 10 دقائق. ربع ساعه 10 دقائق. طيب دي هي بدات برضه تفطر، يعني تفرد واحده ثانيه الموجوده دلوقتي. خلاص شطبت دي. طيب ورينا بقى الشكل كده الفطيره بعد التسويه. هنشوف اكتر التسويه اللي هي اللي موجوده للفطير وهي في طالعه من النار، حاجه كده يعني حاجه جميله جدا واشكالها مختلفه. طبعا زي ما انتم شايفين فطير طبعا طازه، يعني خارج من الفرن، هو بيسوي كمان اهو، يعني هو بيسوي كمان داخل الفرن اللي هو موجود. وكمان ده الاشكال بقى المختلفه للفطير، احجام طبعا في احجام كبيره للفطير، في اقل بالنسبه للفطير المختلف الثاني، حاجات كده بالسمنه الفلاحي. طبعا اكلات جميله جدا، والفطيره قد الشيله، حاجات ممتازه بتتعمل بشكل يدوي وطازه، يعني حتى كمان بتبدا الناس تتوافد عليها للاكل بشكل جميل، لها ريحه جميله طبعا في حاله التسويه. قول لنا بقى الاسعار اللي هي الصغيره اللي هناك اللي في الاخر ده كام؟ الصغيره دي ب 25 جنيه، واللي بعديها برضك نفس ال 50. في
اكبر ب 75. 50 اللي هي الكبيره اللي هي دي. الكيلو العيش بكام بقى؟ العيش البلدي، العيش البلدي الكيلو ب 35. والقرص الكيلو ب 45. القرص ب 45. دي الاشكال المختلفه طبعا للفطير، اكله طبعا اكله شعبيه من الطراز الاول وفلاحي 100%. يعني اكلات مختلفه بتنتج من خير اراضينا السمراء في مصر. خير الله فؤاد، محافظه كفر الشيخ، موقع الوطن. شكرا لكل متابعين.